الأغر. نظمت مدرسة الحكيم الخاصة خرجة ترفيهية وتربوية إلى الضيعة الفسيحة والممتازة المتواجدة بسيدي حيا زعير. وهذه الضيعة فإنها جميلة وكبيرة، واستطاع تلامذتنا أن ينسجموا فيها بكل أريحية، وفعلا كان الاستقبال جيدا من طرف السيدة المديرة المحترمة الأستاذة سميرة، واستقبلتنا بصدر رحب. ونشكر الأستاذة المحترمة على سعة الصدر وعلى ما وفرته لنا من أنشطة ومن ورشات، فكان الانسجام باديا على محيا تلامذتنا. وفي الأخير نشكر السيدة المديرة ونتمنى لها التوفيق في عملها. السلام عليكم، سميرة الأحراري، مديرة الضيعة التربوية طازوطة نواحي مدينة تمارة. في هذا اليوم الجميل من أيام مارس استقبلنا أطفال مدرسة الحكيم المتواجدة بمدينة تمسنة. كان الوصول ديال الأطفال تقريبا في الساعة العاشرة، أعطيناهم الفطور ديالهم. من بعد قمنا بتوزيع الأطفال على حسب الورشات المقترحة من طرف الضيعة باستشارة مع الأساتذة ديال المؤسسة، منها ورشة الخبز، ورشة النسيج، ورشة الحرط. واخا الموسم ديال الحرط تقريبا يعني كيكون في الخريف، ولكن بهاد الظروف ديال كورونا وخرنا المجال باش يستافدوا منه الأطفال ويتعرفوا على عملية الحرط. من بعد ان شاء الله ما يكملوا الورشات اللي كتكون يعني بطريقه ديال التناوب، غادي يكون الغداء اللي هو عباره عن طاجين بالخضر، الخبز ديال الفران اللي كل منطقه وشنو كتسميه، كاين اللي تيسميوه اي النور، كاين اللي تيسميوه الخباز، كاين اللي تيسميوه تفرنونت. حتى هو شافوه الاطفال وتعرفوا على طريقه ديال طهي الخبز. ومن بعد ان شاء الله كتكون انشطه ترفيهيه باش الاطفال كي يعني يدوزوا النهير على احسن ما يرام. وتبارك الله على المؤسسه وعلى الاطر ديالها، وهي من ضمن من بين المؤسسات اللي كنرتاح للعمل معاهم داخل الضيعه، لانهم اناس يعني تربويين من الدرجه الاولى، وكيكونوا يعني كتكون المبادره منهم في الورشات ويعني وكيفيدوا الأطفال بالإضافة للمؤطرين اللي عندنا احنا في الضيعة. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.